العين والقطيف الحبيبة. السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام. طبعا تفاجأ الشعب اليوم في البحرين بإغلاق أكثر الشوارع الرئيسية وخصوصا الشوارع السريعة التي مر بها أو يمر بها هذا السباق اليوم. السباق سباق عالمي، ولكن في بلد مثل البحرين، بلد صغير ومكتظ بالسكان وكثرة السيارات وكثرة وضيق الشوارع، أدى إلى هذه الربكة الكبيرة وتأخير كبير في وصول الأعداد الهائلة من العمال والموظفين إلى أعمالهم، وخصوصا الطيارين والعاملين في مطار البحرين والمستشفيات. هذا أدى إلى تملل الكثير من أبناء الشعب لهذا السباق وانتقاده. طبعا نحن في المعارضة نرى أن يجب أن تكون هناك سباقات، ولكن مثل هذا السباق يؤدي إلى إرباك المواطنين وتعطيلهم، هذا شيء غير مقبول من ناحيتنا. يا العزيزة، الضربة الأمنية مستمرة، وما قام به النظام في نادي العروبة ومنع انعقاد مؤتمر الوفاق ما هو إلا دليل على أن هناك تخبط في الضربة الأمنية. الوفاق المحكمة تريد منها تعديل أوضاعها، الأوضاع تعدل بانعقاد مؤتمر عام وتقديم ما ينتج عن هذا المؤتمر للقضاء، ليفتح القاضي الملف ويرى أن هناك تعديل لوضع الوفاق، لأن السلطة بهذا أرادت أن يفتح القاضي الملف ولا يوجد أي تعديل لذلك، ليحكم القاضي بتجميد أو بإنهاء حالة الوضع وإغلاق الوفاق نهائيا. هذا ما ينتظره النظام. حاولت الوفاق أن تعدل وضعها معتقدة أن ما يطلبه القاضي يكون بسيطا، لأن الضربة الأمنية وعقلية النظام هو إنهاء العمل السياسي وإنهاء الجمعيات السياسية، مثل ما حدث لجمعية العمل الإسلامي أمل. نحن نقول إذا كانت الانتخابات أو فشل الانتخابات أو ما نتجت عنه الانتخابات بهذه الوجوه أدى إلى ذلك، فنعتقد أن الوضع سوف لن يكون جيدا في الأيام القادمة. إذن الوضع غير مطلوب.